إذا سرعة سرعة نسبية، يعني إذا سرعة نقطة سي أريدها بالنسبة للأي، وكان عندي معلوم سرعة بي بالنسبة للأي والمسافات بين الأي والبي والسي معلومات، فعندئذ أقدر أستعمل هذا التريك أو هذا الحيلة البسيطة، إنه نسبة السرعة هذا الاثنين يساوي نسبة المسافات الموجودة بين السي والبي نسبة إلى الأي. هذا راح نستعمله بكثرة في حل الأسئلة. هذا الكلام مترجم عندكم هنا: Thus we see from last equation that the point C on the vector AB divides it in the same ratio as C divides the link AB. يعني قصد السرعة C with respect to A يقسم سرعة B with respect to A بنفس النسبة اللي يقسم نقطة C على اللينك طول اللينك بين البي والاي. زين، هسه اجي الى التعريف العام اللي راح نستعمله في ايجاد السرع، وهذا التعريف في حيثياته يعتمد على ما شرحناه، سرع بين تو بوينتس وسرع بين البوينتات الموجود عندي على اللينكس. الحل كله متمثل عندي، التمثيل كله متمثل عندي في هذا اللينك اللي هو يقول velocity of a point on link by relative velocity method، اللي هو أساس ما راح نستعمله في هذا الموضوع. أوكي، شوفوا هنا الكلام شو يقول. يقول the relative velocity method is based on the relative velocity of various points of link of the link as discussed in section 2، يعني اللي شرحناه سابقا. فإذا كان عندي أيضا لينك أو الجسم، هذا الجسم بي two points، point A و point B. شوفوا المعلومات الموجودة عندي هنا. مينيمم أقل شيء أحتاج حتى أجد سرع كل النقاط الموجودة عندي بالمنظومة، مو فقط باللينك، بالمنظومة ككل، أحتاج أعرف نقطة بهذا السيستم انه سرعته قيمة واتجاها اعرفها ايش قد. هنا مثلا يقول عندي two points A و B، نقطة A سرعته معروفة قيمة واتجاها، يعني VA اعرف قيمته ايش قد واعرف اتجاهها، صار باتجاه البوزيتيف اكسس. اوكي، لكن البي نقطة B أعرف فقط اتجاه سرعته، لكن قيمته ما أعرفه، فقط أعرف أن اتجاه سرعته صار عندي على هذا اللاين، لكن كقيمة إيش قد ما أعرف. فشوف إيش قد مينيمم أحتاج معلومتين، أحتاج أعرف نقطة قيمته وسرعته إيش قد هذا النقطة سرعته، لكن نقطة أخرى أعرف فقط اتجاهها، إذا عرفت هذا المعلومتين فأي سرعة أي نقطة بهذا اللينك أو بهذا المنظومة أقدر أعرف سرعته وقيمته أيضا، كلها باعتماد ما أخذناه سابقا. زين، إذا قلنا الأي بي قيمة VA اتجاهها صار عندي نحو اليمين، نقطة B أعرف فقط اتجاهها صار عندي بهذا الاتجاه، لكن قيمته ما أعرف إيش قد، أريد أعرف سرعة بي إيش قد، أريد أعرف سرعة البي إيش قد. هسه من أقول لك سرعة أي إيش قد، سرعة بي إيش قد، أنا دا أقول لك الأبسولوت دايركشن الفيلوسيتي. هسه عندي تو نوع من الفيلوسيتيز، نوعين من الفيلوسيتيز، عندي الريلاتيف فيلوسيتي السرعة النسبية بين نقطتين، وعندي الأبسولوت فيلوسيتي اللي هو السرعة المطلقة اللي يمثل فقط سرعة نقطة واحدة. الأبسولوت فيلوسيتي هو ايضا relative velocity، لكن هو نسبة الى fixed point، البوينت هذا ما يتحرك، فلهذا انا اقول له absolute velocity. فقيمة absolute velocity هي سرعة نقطة نسبة الى نقطة اخرى سرعتها صفر، والrelative velocity هي سرعة نقطة الى نقطة اخرى، هذه النقطة الاخرى تتحرك بسرعة معينة. اوكي، فعندي relative velocity وعندي absolute velocity، وموجود عندك التعريف كله عندي هنا. زين، مثل ما قلت لكم، من أريد أرسم الفيلوسي دياغرام أو البارالوغرام دياغرام، هذا يسموها فيلوسي دياغرام، أجي أخذ fixed point، نقطة fixed
موجود عندي بالمنظومه. هسه من نشرح الاسئله اقول لكم السرعه شلون اخذها. اخذ فيكس بوينت، اخذ فيكس بوينت، هذا الفيكس بوينت اجي ارسم الرسومات او المعلومات الموجوده عندي نسبه الى هذا البوينت. مثلا اخذت الفيكس بوينت 0 هنا او اجي ارسم، طبعا تو سكيل اخذ سكيل معين، اجي ارسم سرعه اي نسبه الى هذا النقطه، راح يطلع عندي سرعه بهذا الاتجاه. هذا الطول او هذا الطول لهذا السهم اعرفه لانه سرعه اي مثل ما موجود عندي بالش اسمه قيمه واتجاها معلوم، قيمه واتجاها معلوم. هسه اجي من نقطه او ارسم خط، لانه قيمه البي ما اعرفه لكن الاتجاه اعرفه، ارسم خط يوازي هذا السرعه، يوازي هذا السرعه ويمر عندي بنقطه او، فيرسم عندي يرسم عندي خط بهذا الشكل. زين، من الاسفل ومن الاعلى وين ينتهي ما اعرف، يروح للانفينيتي ويروح الى ناقص انفينيتي من الاسفل. اوكي، فقط ارسم خط يوازي عندي هذا الفيلوسيتي. اوكي، هسه اجي اقول بي يتحرك نسبه الى اي، افرض هذا الفرضيه انه بي يتحرك نسبه الى اي، ايش قد سرعته ما اعرف، لكن اعرف انه، لكن افرض انه البي يتحرك نسبه الى الاي. زين، حسب القاعدة اللي قلناها فوق، قلنا إذا عندي سرعة نسبية، سرعة نسبية، فإذا ها قيمة هذا السرعة النسبية راح يكون عمودي على الخط الواصل بين هذا النقطتين. زين، هنا نعرف بين الأي والبي عندي هذا الخط، أجي أرسم خط عمودي على هذا المسافة الواصلة بين الأي والبي، راح يصير عندي عمودي مثل ما بتشوف عندك هنا. أجي أترجم هذا الكلام هنا أيضا. زين، هذا شلون ارسمه؟ انا عندي نقطة الاي، الاي عندي هذا هو نقطة اي، هذا هو نقطة اي، هذا الخط، هذا الخط موازي على الاي والبي، فاجي ارسم من الاي، ارسم من الاي خط، ومن وين؟ يبدي من رأس الاي، خط هيك، خط عدل ارسمه هيك، ما اعرف ايش قد قيمته لكن ارسم خط. هذا الخط قيمته ما اعرف ايش قد، لكن اتجاهها هو بنفس اتجاه هذا الخط. زين، هنا احتاج من حتى اعرف الاتجاهات لازم ارسم اللينك ايضا، يعني السيستم الموجود عندي بالسؤال ايضا ارسمه تو سكيل حتى اعرف شلون اترجم الخطوط ايضا. فعندي راح يصير عندي مثلا من اريد من عندك فيلوسيتي دايجرام، انت اوتوماتيكيا لازم ترسم السبيس دايجرام. سبيس دايجرام قصدي انه اللينك اللي يعطيك اياه بالسؤال لازم ترسمه تو سكيل ايضا، سكيل يختلف عن السكيل الموجود عندك بالفيلوسيتي دايجرام حتى تقدر ترسم هذول الخطوط موازي له وعمودي عليه او عمودي على الخط. زين، من اجي ارسم هذا الخط موازي الى هذا الخط في ريسبكت باي من نقطه اي، من نقطه اي. هسه هذا الخط من رسمته اكيد راح يتقاطع عندي ويا هذا الخط اللي رسمته بالبداية، هذا الاتجاه اللي ما أعرفه راح يتقاطع عندي في نقطة أسميها بي. هذا البي هو الـ absolute velocity with respect to O. ليش؟ لأنه الـ O عندي fixed point. أجي أقيس هذا بالمسطرة، أقيسه بالمسطرة، ولا ما أقصه بالمسطرة، أضربه في السكيل اللي رسمت به هذا الـ velocity diagram، إيش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي القيمة المطلقة لسرعة بي، راح يطلع عندي القيمة المطلقة لسرعة بي.